اليوم ولله الحمد تأتي هذه الزيارة من واحد من أكبر الوفود اليابانية، لم يكن الأكبر، برئاسة وزير التجارة والاقتصاد الياباني. أمس كان يوم حافل بالإنجازات، تم توقيع اتفاقيتين في مجال الطاقة والهيدروجين والأمونيا، وهذا يؤسس لشراكة الطاقة أن تمتد بعد يعني التحول القائم والذي سيستمر ويتسارع في مجال الطاقة النظيفة والطاقة الجديدة، والمملكة عاقدة العزم أنها تكون هي الدولة الرائدة في هذا المجال بتوجيهات من سمو سيدي ولي العهد. فكانت الاتفاقيات أمس بقيادة سمو الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة والوزير الياباني.